هو احنا زمان يجي من 150 سنة لما عملنا قناة السويس، كان مين اللي عملها لنا؟ احنا بفلوسنا، بايدينا، من ايام ما كنا لسه بايدينا بالغلق. طيب وبعدين جينا تاني قلنا لا، ده احنا لازم نعمل قناة السويس الجديدة بفلوس مين؟ بفلوسنا. فاكرين شهادات قناة السويس؟ طيب لما جينا بنينا قناة السويس الجديدة بنيناها بأحدث المعدات، بس برضو بفلوس وإيدين المصريين. طب لما جينا عملنا قناة السويس الجديدة مين اللي دورها؟ طبعا المصريين، اللي هم اللي دوروها لما جينا أممنا القناة. ولما جينا أممنا القناة زمان وقال لك أصل الأجانب وهينسحبوا ومش هينسحبوا، فضلنا احنا واخواتنا اليونانيين ودورناها وأثبتنا قدام العالم إن احنا قدها وقدود وتلت ومتلت. جم شككوا في قناة السويس الجديدة وقال لك دي لا يمكن تجيب حاجة، هتؤدي إلى إيه؟ احنا بنصرف فلوس، احنا يا ترى العائد؟ طب تعالى بقى كده نشوف يا ترى يا هلطة قناة السويس الجديدة عملت إيه في الملاحة الدولية؟ وعملت إيه لمصر وللاقتصاد المصري؟ سيادة القبطان بحري صالح حجازي خبير الشؤون البيئية، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا استاذ يوسف، مساء الخير عليك ومساء الخير على الساده المشاهدين القناه الاولى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، وحضرتك بالصحه والسلامه. قناه السويس يا فندم، قناه السويس الجديده تحديدا اضافت لنا ايه؟ اضافت لنا اسال الشركات اللي بنت، اسال الشركات اللي يعني ايفر جرين، بس يعني مش هقول لك بقيت ال 11 12 شركه عالميه الكبرى في موضوع مراكب الحاويات. بنت ال 18 مركب حموله 24,000 حاويه بطول 400 متر وعرض 61 متر ونص وغطي 16 متر ونص، علشان خاطر تستخدم قناه السويس اللي بتعبرها في 11 ساعه وما عادتش بتنتظر، لان هذا العدد اللي بيعبر يوميا للقناه من هذه هذا النوعيه من السفن كان لا يمكن اطلاقا انه يعبر بسبب بسيط قوي كل الناس عرفته وتعدت كتير. قال لك الانتظار، مناطق الانتظار ما كانتش تكفي عشان خاطر العدد ده كله يخش، كان ينتظر في البحيرات وعشان يعدي، فكان بينتظر بره، فكان بيقعد بره بيوم او يومين عشان ما يخش الكونفوي بتاعه. فده اللي اضافته قناه السويس الجديده. يعني ده بالنسبه للزبون او بالنسبه للشركات الملاحه وبالنسبه للتجاره. اما بالنسبه لنا احنا فيعني زي ما حضرتك قلت او زي ما بيت 9.4 من 10 او 9 9 9 9 مليار و400 مليون ايراد السنه الماضيه اللي انتهت في شهر 6 ان شاء الله. تتكلم هي اللي تقول يعني افادت ولا ما افادتش؟